وفاء عامر تجنن رهيبه، ودرتين بقى درتين. وهي اللي جايه تخطب. تخيلي للراجل. وهي بقى عرفت انها ان دي مراته، فاكيد النسا بقى. بس محمود عبد العزيز لا حاجه، لا 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 لا، ده اقول فيه ايه؟ قبل المشهد اولا بيقعد نعمل بروفا، مفيش حاجه اسمها نعمل بروفا كده على الملأ لا 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 خالص، ياخدني نقعد نعمل بروفا كذا كذا كذا، نرمين اعمليها قولي كده قدامي، فبقول وبنشوف المشهد، فيقولي بشويش مش لو اتعمل بالطريقه دي هيبقى احسن، انت هنا كذا كذا كذا، عارفه المدرس المعلم المخضرم اللي بيفتح لك المجال وبيوسع لك الساحه انك تنزلي، وانزلي العبي بقى صح، شوتي الكوره صح، هو بالظبط كان بيعمل كده معايا. مين اداكي نصيحه مش ممكن تنسيها؟ نصيحه؟ انت اشتغلتي مع الكبار دراما سينما، يمكن سينما مش كتير قوي، بس انت اشتغلتي مع كبار المهنه يعني. الحمد لله. الحمد لله. مين اداكي حاجه تفضل حلقه في ودنك؟ لا هو ما فيش حد من اهل الفن. ممكن اقول امي او عيلتي، ان دايما وانا داخله اي عمل هي كانت مبدئيا كانت هي اللي بتقرا لي كل حاجه، ولا ايه عماله تعيط بقى وتصوصو لي. ومامي كانت ست رقيقه خالص بقى، وحاجه يا عيني بتقعد تنونهم في التليفون، بتعيطي ليه يا مامي؟ العمل ده ما يتسابش، العمل ده تحفه، كذا كذا كذا، انا حاسه بكذا. فهي ادتني نصيحه ان لازم ابقى ملتزمه جدا في شغلي، ده اصبح قلق في الفتره الحاليه اللي احنا فيها، ان انا بروح قبل الشغل مثلا بساعتين او ساعتين ونص، جايه بدري ليه يا استاذه؟ زمان ما كانش فيه الكلام ده، دلوقتي بقى جايه بدري ليه يا استاذه؟ فعلمتني الاحترام، ان اللي بيحترم بيحترم نفسه، فدايما انا ملتزمه جدا جدا في شغلي، وبنسى نرمين، واحاول ان انا اتقمص الدور او الشخصيه، لكن اقول ان حد اداني النصيحه بجد او وقف جنبي بجد، لا ربنا سبحانه وتعالى.